معاكم سمير أحمد برقة، مواطن من أحد مواطني هذه المملكة السنية الجميلة من مكة المكرمة. عشت متنقلا ما بين مكة والرياض، عشت في الرياض يمكن جزء من حياتي، مرتبط تماما بالأرض، مرتبط تماما بالولاء، مرتبط تماما بالانتماء، مرتبط بالتاريخ، بالأدب، بالآثار. يكفيني فخرا أني أنا طبعا أخدم بلدي من هذه المجالات اللي أنا أستطيع أن أقدم فيها خدمة، إن كان من خدمة حجاج بيت الله الحرام أو من خدمة التراث أو من الأدب. أنا حقيقة من مواليد مكة المكرمة، تحديدا منطقة اسمها حارة الشامية، هي في شمال المسجد الحرام، من مواليد عام 1380. سبحان الله، هذه المنطقة أو هذه الحارة، حارة الشامية، تعتبر من الحارات المهمة جدا في مكة المكرمة، خاصة إنها تأتي في شمال المسجد الحرام. ويمكن سبحان الله لم أعرف قيمتها التاريخية إلا يعني في أوقات متأخرة، بعد ما أنا ارتبطت بالتاريخ والتراث والأدب، وبالذات لما مسكت ملف تاريخ عوائل الشامية والفلك، بدأت أقرأ كثيرا من خلال تواصلي مع كثير من الأسر والعوائل المكية تحديدا في هذه الحارة، فبدأت تقع في يدي الكثير من الوثائق والمستندات وكتب التاريخ التي تتحدث عن هذه الحارة. فهذه طبعا ارتباطي بهذه المعاني الكبيرة، الأسر، الوثائق، الصور، مثلا اهتمامي بالأسواق القديمة، سويقة، باب الزيادة، الباسطية، باب المدينة، كل اسم من هذه الأسماء له علاقة بالتاريخ. طبعاً هذا التاريخ لا شك يضع الإنسان أو الباحث أمام حضارة ضاربة في التاريخ، حضارة تستطيع أنك أنت تقرأها بشكل جيد. كذلك في بعض الملك عبد العزيز رحمة الله عليه كان لما يأتي مثلا يزور التجار، وهذه كلها اكتشفتها حقيقة من خلال مسكي لملف عوائل الشامية، أنه كان الملك عبد العزيز يزور التجار في شارع سويقة. شارع سويقة اللي كان يأتي من أعلى المروة مرورا بمنطقة القرارة إلى منطقة الشامية إلى وصولا تقريبا منطقة السوق الصغير. مكة الله يحرسها تتكون حقيقة من قبائل وعوائل، ولما نقول كذلك عوائل، الكثير من العوائل المكية لها انتماءات قبلية كبيرة جدا، لكن يعني مرحلة الزمن تطلبت أن يعيشوا في منطقة أكثر حضارة لقربة من المسجد الحرام، وهي دعوة أبونا إبراهيم قبل كل شيء لما نادى إلى الحج، فأصبحت الوفود تقدم إلى مكة. اليوم التشكيلة النوعية أو الموجودة في مكة تعتبر سبحان الله كأنها خارطة العالم. فلذلك سبحان الله من ينظر إلى مكة يجدها أنها هي فيفساء متنوعة، نستطيع اليوم أن نجزم يقينا أن المدينة أو الدولة الوحيدة في هذا العالم التي لا توجد فيها عنصرية ولا طائف هي مكة. ولما أقول مكة أقصد فيها المملكة العربية السعودية، لأن هي أم القرى. هذا دليل قوي جدا يثبت لنا أنه إحنا نعيش في أرض اليوم الحمد لله المملكة وضعت قوانين، وضعت أنظمة، وضعت حقوق، واجبات، أصبح الجميع ينتمي إلى 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 هذا الشيء. طبعاً هذا الكلام يقودنا إلى موضوع العادات والتقاليد. صحيح هناك كثير من العادات التي وفدت إلى هذه الأرض، لكنها تشكلت. أنا طبعاً اليوم حارة الشامية موجودة داخل المسجد الحرام، فلما يسألوني فين ولادتك أقول لهم داخل الحرم، وأنا صادق. بيوتنا وبيوت كثير من المكيين اليوم أصبحت داخل المسجد الحرام. طبعاً حتى الحارات كان لكل حارة كان لها ثقافة ولها تاريخ ولها تراث يتناسب معها. مثلا كانت معروفة الشامية، يعني وسامحونا الدم أتكلم عن الشامية بحكم أنها مسقط رأسي وعندي معلومات كثير عنها، كان أغلب موظفين الدولة ساكنين فيها، مع أنه كان معقل الدولة أو مكان مقر الحكومة في أجياد. لو تكلمنا مثلا عن عندنا كان أسر معروف، أسر العلمية، كان في وقت من الأوقات
في مكة في المسجد الحرام في ساحة صحن الحرم تجد لا يقل عن 60 عالم كان من أصحاب المذاهب الأربعة. تجد الفقيه الحنفي، الشافعي، المالكي، الحنبلي، علماء الفلك، علماء المنطق، علماء التاريخ. إلا اليوم الأمير محمد بن سلمان بيحاول يعيد هذه النظرة الصحيحة التي كانت موجودة قبل 40 عام، كانت في مكة موجودة. واليوم الحمد لله بنشهد حتى كثير من المعاهد بتعلم علم المنطق. لو أردنا أن نتحدث عن الأدباء والفكر، كانت هناك ما يعرف بالمقاهي الثقافية، وكان أشهر مقهى موجود في مكة كان في جهة المزفلة، كان يتردد عليه الكثير من الأدباء السعودية كحمزة شحاتة، أحمد السباعي، محمد سعيد عمودي. هذول أسماء قامات مرة كبيرة، وكانت عندهم هذه المجالس الثقافية يتسامروا فيها. مثلا كان في نادي اسمه نادي جمعية الإسعاف اللي استطاع فيه أحد الأدباء أن يتحدث فيها ساعات وساعات، وطبع فيها كتاب من اللقاءات الثقافية، الحوارات التي كانت تحدث، المجلات، الصحف التي كانت تحدث في ذلك، السجالات الأدبية والفكرية كانت تحظى بين الأدباء والمفكرين. وكان أجمل استثمار لهذه المجالس مجالس الحج اللي كان يحييها الكثير من العلماء والأدباء، والسبب لأنه كانوا يقابلوا فيها ثقافات أخرى. تعرف من يأتي في الحج أكيد كان الحجاج بعض منهم أدباء ومفكرين ومثقفين وكذا. طبعا مكة تمتاز بالعديد من المهن والحرف، تأتي في مقدمتهم طبعا مهنة خدمة حجاج بيت الله الحرام، مهنة الطوافة ومهنة السقاية ومهنة الزمازمة. وبعدين اكتشفنا أنه موجود في مكة لا يقل عن 60 مهنة. اليوم لو أخذت أنت جولة الآن سريعة للقصور التراثية الموجودة حولين مكة، ترى البنائين كانوا سعوديين، إلى الآن أحفادهم موجودين عايشين. كان أشهرهم حسن وزرة اللي بنى قصر عبد الله السليمان وبنى العديد من القصور. هذه مهنة مهمة جدا. أشهر رجل مهندس موجود اليوم وبروفيسور عائلة من عائلة بنائية، الخضار وسبحان الله. وكان كل عائلة لابد أن يكون عندها مهنة فتنسب إليها، مهنة اللبان، مهنة الحداد، السقاف وهكذا. هذه كلها ترى أسماء مهن مارسوا هذه المهن فحملوا المهنة لأسمائهم. طبعا لما نتحدث عن مكة يجب أن لا نغفل أهم مهنة موجودة فيها، هي مهنة الطوافة. طبعا هي بس للتاريخ، اليوم المملكة العربية السعودية تحتفي بأربع مهن يمكن لا توجد إلا في هذه الأرض المباركة. مهنة السدانة اللي هي الحجابة اللي هم يخدموا بيت الله الحرام، بيت عائلة الشيبي اللي عندهم مفتاح الكعبة، وهذه أسرة عريقة موجودة والدولة تحتفي بهم ولهم مكانتهم الجليلة. هناك مهنة السقاية اللي اليوم يقوم بها مهنة الطوافة، واليوم مسك الراية ما يعرف اليوم بخدمات مقدمي الخدمة بالتطور المستحدث الجديد. عندك مهنة السقاية، مهنة السقاية اللي مهنة الزمازمة اللي هو يقدموا ماء زمزم لحجاج بيت الله الحرام. بجانب طبعا ولا يعني لا يمكن اليوم تأخذ جولة في مكة إلا وتجد فيها لا يقل عن أكثر من 3 إلى 4 آلاف عائلة تمتهن مهنة الطوافة، يعني تحمل مهنة مطوف. كثير من الناس اعتقدوا أنه هي الطوافة خاصة بهذه الأسر، هذا طبعا كاسم نعم، لكن من يعمل اليوم في مهنة الطوافة في عصرنا الحالي لا يقل عن 400 إلى 500 ألف شخص، إن لم يكن مطوف فهو مساعد مطوف أو مقدم مشرف طوافة أو مشرف خدمة. والمهنة سبحان الله يمكن تطورت في عهد الدولة السعودية تطور سريع في خلال 100 عام، حتى اليوم أصبحنا نشهد ظل الشركات مقدمي الخدمة بشكل جديد بتنظيم جديد. وأعتقد أنه إحنا حنشهد إن شاء الله في هذا العام وفي العام القادم
نقلة نوعية بمعنى الكلمة كلها تيسيرا لحجاج بيت الله الحرام. احنا حقيقة ان احنا نعيش اليوم في هذه الارض الطاهرة المباركة في ظل هذه الدولة السنية عهد سلمان الخير ومحمد بن سلمان الحزم، نعيش نهضة نوعية كبيرة. انا اتحدث بما اعرف خلال 60 عام، وتحدث تحديدا فيما يخص المجال اللي انا اشتغل فيه، مهنة الطوافة او مهنة الثقافة أو التاريخ أو الآثار، نقلة نوعية تماماً بمعنى الكلمة في خلال الخمس السنوات الأخيرة اللي حدث في خلال الخمس السنوات، يمكن ولا خلال 50 سنة الماضية أو 70 سنة الماضية لم يحدث على الإطلاق. اليوم بنشهد الحفاظ على معالمنا التاريخية، بنشهد نقلة نوعية في تقديم الخدمة، في عملية كل ما يخطر في بالك، حتى المسجد الحرام اليوم وتقديم الخدمات الجليلة في بنشهدها بشكل متسارع متلاحق. من كان يتوقع أنه نجد اليوم غار حراء أو غار ثور ميسر لحجاج بيت الله الحرام أو الزوار بهذا الشكل؟ متاحف، سهولة الوصول إلى المكان لمعالم التاريخ، عندنا مشروع كبير جداً، مشروع الأمير محمد بن سلمان للعناية بالمساجد التاريخية، مشروع خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري، حقيقة نقلة نوعية وأنا أشهدها من خلال عملي في هذا الباب.